السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح طريقة جديدة على الباينانس، وهي كيفية تحويل عملة إلى عملة أخرى. مثلا عندك USDT، عندك بيتكوين، عندك أي شيء تريد تحوله إلى أي عملة أخرى. تابع معي الشرح إن شاء الله تستفاد من عنده. نروح إلى المزيد. تمام، ننزل جوا اللي نريده، اسمه تحويل. تمام، مثل ما تروحون ما تشوفون حضرات تداول، من ثم تضغط التحويل، هنا أنا جاب لك اللي تريده. تمام، ناخذ البيتكوين. طبعا هنا نجي نحدد البيتكوين. تمام، تحويل العملة الى XRP، انا اريد اشتري. تمام، ومنها تقدر تحول، اي ما تكون مشكلة. نحدد ايش قد نريد من البيتكوين، خلي نقول 0.0005,029. خلينا نشوف ايش قد يحول لنا. معاينة التحويل، طبعا عندك 7 ثواني للتحويل، ويقول لي انطيك 3 XRP. تمام، 3، خليها 6. تمام، خليها 6. ماي 10,000. أربعة بأربعة. أي نعم، خلينا نشوف هنا ايش قاعد ينطيني. 6، انطي تحويل العملة. هاي انطيته. تمام، دون الرسوم طبعا. هاي هذا هو تحويل العملة، صار قدامكم. شكرا جزيلا لحضراتكم، أتمنى الاشتراك بالقناة وبقناة التليجرام.